عندي ماضي وذكريات وجع قد عمر اللي فات، شقد شفت بالدنيا ذي وعشت غصبا عالحياة. متعلم من وقت وعرف ما يقدر عالدنيا الخايف، وما يهمني لا قد ما اثر، بس المهم ارجع واقف. ما اهتم لاكبر واحد، امشي بدربي وابقى معند، لو حتى عمر بنار ارسمها، ما حبان اللان البارد. تعرف شنو مرات احس باكر يجي وما تجي ويا الشمس، مرات احس ما يهمني شي والمهم اتعلم درس. خلي حطب بنص نارك، ولو بالماضي ظلمه حقك، بالحاضر منهم تاخذ ثارك. حياتك ومن عمرك ورغم كل شي أمل عندي، والوطن لا ما أمل بي ولا تقدر تعيش. زين، يعني هسه أنت محامي المفروض، وأنت الموكل الوحيد اللي عندي. بس أنا ما موكلك بشيء. أهلا بيك وطن، احنا حراس المسلة. هسه تأكدت انت منهم؟ خلي اعرفك بنفسي اكثر. انا من البصرة وعايش خارج العراق، درست بأرقى جامعات العالم، هارفارد قانون، واكسفورد اقتصاد وإدارة اعمال، وسنغافورة حبيت أكمل علوم سياسية حتى أكون جاهز في أي لحظة. جاهز شنو؟ جاهز لخدمة الشخص اللي راح تختاره المسألة. اللي هو أنا. اللي هو أنت. شوف، شو اسمك؟ بدر. بدر، عايشة الحزام. شوف بدر، الخط اللي أنا ماشي بيه يختلف جذرياً عن الخط اللي تحكي بيه. الخط اللي أنا ماشي بيه ما بي قانون، يعني ما بي محامي. وطن، المرحلة الجاية راح تحتاجني بيها. بيش أحتاجك؟ كمل قهوتك وراح أخذك على مكان راح أشوف بيه كل شيء اللي راح تحتاجه. حبيبي مش قد الحساب. 200. خلي الباقي. خلي الباقي.
اللوكي. هلا حبيبي، شلونك؟ الحمد لله. أنا من طرف جعفر. جعفر من؟ جعفر صاحبك. ما أعرف جعفر. هو دزني عليك، رايد لي شغلة. ما أعرف. شلون؟ جعفر مات. توكل حبيبي. مات؟ يعني عرفته بي مات. منو فوقكم؟ احط فوق. منو فوقكم؟ ترى انا ما اخاف منك ولا واحد. لو تموت ما احكي. ايش راح اسوي؟ راح اداريك. بما انه انت ما تخاف. دقيقة حبيبي. ليش تعبنا وتعبك؟ هم ثلاث. من هم؟ ساجد نصار، حجي بسيم، عمار حمد. ايش تعبنا وتعبك؟ بيتك على اللوكي. انت كلش لوكي. بس انت شكلك مع المحاسب مو الواحد يبي مقدرات. حشرات. هذا مقرك الجديد. بس أنا المقر القديم مالتي يعني كان كفي وموفي. أنت ردت تعرف شنو اللي قصده بكلامي. فجبتك هنا حتى أشرح لك شنو اللي راح يكون تحت تصرفك. زين. خليني أشرح لك عن كل شيء. لحظة لحظة. وطن. لا لا مشتغلين شغل قوي. وهذا المكان أصلاً مهجور وما حد راح يندلك، يعني أنت بأمان. حلو. خليني أكمل لك شرح عن باقي الأشياء اللي هي تحت تصرفك. عجبك؟ والله حلو. أعلى التقنيات. مشتغلين خصيصاً الوطن. زين هاي شنو هاي؟ خليني أفهمك على كل شيء. هذه كلها عقارات وشركات ومصانع بداخل العراق وخارج العراق راح تصير باسمك. وهذه أسهم شركات عالمية واستثمارات راح تكون تحت تصرفك. ترى تبدأ تحكي على ثروة. لا طبعا. الثروة الحقيقية لما يكون عندك رصيد بالبنك. لحظة لحظة. أقول لك هاي كم صفر؟ أحسن. واحد. 44 مليار دولار. حتى تكون عندك قوة عظمى ضد الدولة العميقة لازم تحتاج تكون قوي. نص القوة هي المال.
بس على رقم كلش كبير. زين سؤال، المسله لما عندهم كل هاي الامكانيات ليش ما هم حاربوا؟ ليش اختاروني انا؟ راح اضرب لك مثال. على مستوى كره القدم اكو لاعبين اثنين اللي هم اكثر الاشخاص اللي مهتمين بيهم، كريستيانو وميسي. ايه اجورهم غير، اهتماماتهم غير، كل شيء غير، لان هم مبدعين. فالمسله لما اختارتك لان انت مبدع وتملك شجاعه بحب الوطن، لهذا انت اسمك وطن. سكو هواي حجي، يعني مو مبرر انه لازم اني. صح اكو هواي، بس احنا راح نجندهم حتى يكونون ضمن فريقك انت. زين شنو اللي ممكن اسوي بهاي الثروه انا؟ هاي المبالغ اللي كلها راح تكون تحت تصرفك، ممكن انه انت تخلق من عندها جيش من الوطني. لا 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 شوف، الوطني من انضموا إلى وطن بسبب إيمانهم بفكرة، بفكرة وطن، مو وطن اللي هو، لا الوطن. فأنت من تجي تخليهم ينضمون إلى جيش وطن بسبب المادة فهم ما عادوا الوطنيين، هنا أصبحوا إنهم ميليشيات. أنت الحرب مالتك مو حرب دموية، هي حرب إنسانية مثل حرب الخير ضد الشر. يعني شلون تحارب حتى تخلي الفقير ما محتاج، وشلون تخلي الشباب يحققون طموحهم؟ وهاي الحرب محتاجة قوة أكبر من السلاح، وهسا أنت صار عندك كل شيء تحت تصرفك. زين عندي سؤال، هاي الحرب لها نهاية؟ لا طبعا اكيد، هاي الحرب هي البداية، وانت تدري ايش راح يصير بالمنطقة بعد حرب اسرائيل على فلسطين. العراق من اكثر البلدان اللي هي راح يكون متضرر ومستهدف، على مود هيج لازم نكون جاهزين. زين هذا الجهاز منو راح يشتغل عليه؟ موجود، اللي هو انا، وما حد راح يقدر يشتغل عليه حاليا غيري. خلي اشرح لك عن السيرفرات اللي موجوده. اقول لك هذا كله هذا يفيدنا؟ طبعا يفيدنا. هذا الجهاز ما موجود عاد بس الموساد والسي اي اي الامريكيه وبروسيا. يعني يفيدنا؟ اكيد. والسوفت وير مالته من اقوى السوفت ويرات الموجوده، يعني اقوى من بيكاسوس. سعره 800 مليون دولار. ويلي. زين هذا ايش نقدر نسوي بيه؟ كل شيء نقدر نسوي بيه. نقدر نهكر اي تليفون مسكول واحد. وبي داتا ب 7 مليار نسمه. يعني بي بلاوي تقدر تحصل من عنده قوائم العصابات والميليشيات وكل شيء يخص شغلنا. يعني نقدر نقول انه احنا جاهزين؟ لا ما اعتقد. ويا لا مستحيل. هذا الدرع صممناه على قياسك بالضبط، هذا ضد الرصاص وضد الحروب. بس انا ما احتاج درع. لا طبعا تحتاجه، بالايام الجايه عندك حروب ولازم تكون جاهز. شو عجب ما غيرت القناه؟ القناع هو هويتك، والهوية ما تتغير أبدا. زين بعد كل هذا نقدر نقول هسه ان احنا جاهزين؟ بس عجبك هذا؟ راح تعجبك هواي اشياء. هاي شنو؟ تعالي.
شنو هاي؟ هذه سيارة وطن الجديدة. لا هاي الصدق قوية. هاي السيارة اللي هي أقوى سيارة بالعالم. صنعناها خصيصاً لك. هاي شلون دخلتوها العراق؟ منو قال لك جبناها من برا العراق؟ هاي سويناها بالعراق. يعني تقدر نقول انه هذه اول سياره بالعراق ميد ان العراق. بالضبط. فاجأتني والله. من يمتى بالعراق يسوون سيارات؟ العراقي اذا راد يسوي شيء فماكو مستحيل. السيارة مواصفات عالية جدا، 12 سلندر وضد الرصاص، وبها ذكاء اصطناعي. إذا صار عليك أي شيء خطر تلقى أي منفذ قريب تنقذك من عدها، ومربوطة على الأجهزة اللي حكينا بها بالسابق. يعني قصدك على ذاك الجهاز؟ كل شيء مربوط على ذاك الجهاز. أقول لك شغلة؟ قول. بس أقول لك ما أدري، أنا يعني حاسها مو عملية. أنا هاي شلون تمشي بيها بالشارع؟ يعني ما أدري. زين أقول لك، هاي ضد الرصاص ولا لا؟ لا. شي خطأ يا الله. لا شلون أثبت لك؟ هسه قول لي، ماكو داعي تثبت لي عمي بعد. زين الأسلحة الثقيلة مثل RPG، قاذفات، وطن لا تهتم، مجهز لك من الألف للياء. ثواني وطن، إذا ما اقتنعت بديش خلنا بدي لك فيها. يا معود بس خلينا نجرب. لا يا معود استر علينا. هاي السيارة تستحمل حتى أسلحة ثقيلة، خليك مطمئن. زين تعال خلنا اشوفك. نقدر نقول ان احنا جاهزين. اكيد. توكلنا على الله. يلا يلا. أنا أشوف أنتوا تشتغلون بشكل ممتاز، واللي وصلني أنه أنتوا توصلتوا إلى نتائج طيبة وممتازة جدا. اللي يهمني الآن أسمع وين وصلتوا في قضية المخدرات. سيدي، نتيجة البحث والتقصي اللي سويناها وصلنا لأكبر رؤوس تجار مخدرات في العراق. أصابوا من أخطر وأشرس العصابات اللي موجودة، ما عندهم رحمة. أنت تتخيل مثلهم الأعلى بابلو سكوبار. هاي العصابة يطلق عليها اسم يطلنطل. رد علي، الفلوس وين؟ كروم الفلوس وين؟
الفلوس وين؟ تريد تاخذ خوان بيع طنطا وحق طنطا الكبير اليوم اسويك 60 وصله. تعرف يعني شنو 60 وصله؟ اقطعك تقطع. الفلوس وين؟ الفلوس وين؟ الفلوس وين؟ لا احكيك احكي الفلوس وين؟ كرم وطلع الفلوس لا اسويك 60 وصله. 60 وصله اقطعك تقطع. تقطيع اقطعك. الفلوس وين؟ الفلوس وين كرمي؟ سيروان الأخ الأكبر البيت طنطر أخطرهم وأكثرهم إجراما. عنده هوايته القتل والتعذيب. ما يخاف. طلع الفلوس. الفلوس وين؟ وين وجيتني؟ وين أخذتني؟ الفلوس وين؟ معود لعوفة مثبرتنا شبيك؟ فلوسك أنا أعطيك إياهم بس عوفة. سردار هو العقل المدبر واللي يفهم بالتقنيات، متعلم وواصل للجامعة بس ما كمل للأستاذ فصله، وطبعاً راح ينتقم من الأستاذ وقتله. للأمانة ماكو أي دليل على هذا الشيء، بس الكل يعرف إنه هو القاتل. سردار يفهم بكل تخصصات السوشيال ميديا وهو صاحب الخطط. لازم يكون هذا مصيره، حتى إذا كان اللي بدينا، حتى يعرف إحنا بيت طنطا وشون نشتغل ونتعامل. سدير المحاسب إنسان هادئ جداً، بس هو كلش خطر. ما عنده ثقة بأي واحد حتى بأخوانه. بخيل جداً، مستعد يقتل أي أحد على مود الفلوس. أحكي أسويك 60 وصلة والله. الفلوس وين؟ الفلوس وين؟ وين؟ أحكي إنك بابا الشيخ تخير ساعت حقه. منو قال لك أريده يحكي؟ أنا أحكي سريت من أدري. وين أدري هم يسوون بالأفلام؟ لك بابا أنا ناسي ساعت حقه وما يدري. اليوم أقطعك 60 وصلة. 60 وصلة أقطعك إذا ما طلع الفلوس. فهمت له لا؟ لك بابا أطلع الفلوس يعني أطلعها. لك أبو أموتك أموتك أنا هيك. طلع الفلوس. الفلوس وين؟ ولك أحكي؟ يا ما كنت تفضل من جدك. جد. أي. أنا مو قشمر. حتى تقولي راح اشتري الشقة وتخليني احكي قدام البنات كلهم وبعدين اتغلس عليها واسوي المضحكة قدامهم. انا قلت لك راح اشوف. هو شنو الفرق بين راح اشوف وراح اشتري لك؟ لا عيوني انا اقول لك الفرق، الفرق كلش كبير. راح اشتري لك، انا راح اشتري لك، بس راح اشوف راح اشوفها تناسبني لو لا. ايه شنو شفت؟ ما يناسبني. يعني هاي الفلوس كلها ما تقدر تطلع منها شويه تشتري لي بيها الشقه؟ لا اوف الفلوس خليها هنا. علاقتنا على صفحه والفلوس على صفحة ثانية. لا حبيبي، علاقتنا مبنية على فلوس. علاقتنا مبنية على فلوس. عيوني أنتي مثل ما دخلنا علاقتنا بالفحشاء ننهيها بالفحشاء. يعني هي السهلة عندك تشوف هباوي حبيبتك؟ والله أنا أعوف طنطل وأبو طنطل على الفلوس. هباوي شنو؟ خلاص حبيبي اللي دايرته يشوف ما عندي مشكلة. تعال يوم بالليل أسوي لك سهرة تخبب. لا لا غير وقت ما أقدر. خطري حبيبي إيش عندك اليوم؟ اليوم إيش عندي؟ اليوم الحجية عزمتنا على العشاء وأنا ما أقدر أكسر بكلامها. ماشي ماشي خلي أمك تسوي لك السهرة لعد. وهذول شنو؟ أتم عائلة أولاد عشيرة؟ لا سيدي القائد، بس أمهم، وهي بالنسبة لهم خط أحمر. أمهم هي اللي تتحكم بيهم من كانوا صغار. أما بالنسبة لأبوهم فهو كان يعتدي على أمهم، وبيوم من الأيام هو كان دا يضربها، الأخوة الثلاثة قتلوا. صار تغلطين على أمي؟ اي زمان سويت هسك واحد يشب رقبتها ساقطه بالتساقط تغلط على امي ودك شب رقبتها عدتشها وانعى الوالد والديه خلاص خلاص كافي
هي اصلا شكلها ماتت. معود يا ماتت، لا ماتت ولا بقت عايشه، بقت حايره بحياتها هسه. دخابر هذا علي سمير طبيب. ملكته الله يشوف لها حل. اخ على مو علي سمير، بس الله يعيشها هاي. هسه شو نسوي له؟ ما ادري شو اسوي له. من شرفك سوالفك التعبانه اللي ما تخلص. شكو جوكم تلطم؟ جعفر انكتل. يا جعفر. جعفر ابو جيب هسه خابرني ولد من المركز جوا، قال لاقينا ميت بسيارته والبضاعه كلها وياه. لا فوقها فاتحين تليفونهم. لا يا الله، يعني ارقامنا كلها من الداخليه. البضاعه وين صادرت؟ اكيد. لك يا بضاعه، يا بضاعه، ارقامنا كلها من الداخليه هسه. من قتله؟ هي هنا السالفه. وحده لابسه قناع وعبايه. دخل على بيته لقاهم خاطفين اهله. اخذته كتلته ودبته بالشول. ما عرفتوها منه؟ حلوه؟ لا. يا بقول لك مقنع، ايش ما تري حلوه ولا لا؟ انت ما تاكلون انت ايش تعرف عليها؟ كل شيء ما اعرف عنها. يعني ذاك اليوم فارس والولد وهسه جعفر، ذول الداخليه جاي لك جماعتنا واحد واحد. شخص. اليوم غير افش المركز، المركز افش على روسي. خابر الولد. كلها تجي خابر. عليك يا مخب مخب مخب. اليوم كل ما موتوا، اليوم ما خلي واحد عايش. اليوم يا سالفه نزله. قتلاني هذا منا بشبقه، هاي منا كاتله. يوم يا سالفه هاي ماتت. جيب سبعه تعطيني اياها. ما حافظه اللي وراي. قدر الله وما شاء فعل يا هباوي. شو تسوي؟ راح اشتاق لك. اي راح يشتاق لك هو بس. والله انت تعال. منو هذا الضابط على القضايا جاي يشتغل بيه؟ واحد اسمه مقدم حازم. الستة لا تهتم لهذا الشخص. لازم يشيل هم الاثنين المقنعة لين كل شيء ما نعرف عنها. ومبين عليه فد وحدة محترفة جاي تقتل بجماعتنا وما تترك أي دليل وراها. بس تعوف فرقة بيها. بغداد مرت من هنا. تلقوها وتكتلوها وتخلون ورقة مكتوب عليها بيت طنطا مروا من هنا. زين؟ اعتبره صار. توكل. أمان الله. يلا روح. بغداد ومناه وسوالف تعبانه. سيدي انا رايي انهم ما راح يسكتون وراح يكون لهم رد كلش قوي. وهذا هو المطلوب. احنا ما نريدهم يسكتون، احنا نريدهم يحجون. ورا كل غيمه مطر جو صاحي، وش قد ما كان الليل اظلم لازم تطلع وراه شمس. سياده الرئيس، العراق انبنى بدماء ابنائه. ذكرني هاي الايام بالايام الاولى ورا الاحتلال، هدوء وترقب بالشوارع. صح الحرب ويا جحيم كانت شرسه، لكن بفضل الله والقوات الامنيه والمواطنين الشجعان استتب بالامن، وحاليا ماكو شيء يدعو للقلق. فعلا مثل ما قلت، هذا الوضع يذكرنا بالايام بعد الاحتلال. هدوء وامن مستتب، بس مال ما يدعو للقلق هاي اختلف وياك بيها. هذا الهدوء هو هدوء ما قبل العاصفة. كنا نتذكر ايش صار. حرب طائفية، سيارات المفخخة، قتل على الهوية. لذلك لا تقلق على اللي راح. اللي راح راح. لازم نقلق من الجاي. جحيم مو هو صاحب المشروع. جحيم جزء من هذا المشروع. وهسه بهذا الوقت اللي احنا دا نحكي بيه الدولة العميقة دا تفكر بالبديل. سيدي الرئيس، جهاز المخابرات رصد تحركات وردود افعال بعض الدول حول الاحداث الاخيره اللي صارت عندنا. هاي الدول بدها تغير خططها وتغير حساباتها، وذلك عبر خطه بديله لانهاء شبابنا عبر الترويج للمخدرات والمحتوى الهابط
من ضمن التواصل الاجتماعي، وايضا ايقاظ الخلايا النائمه والهاء قواتنا الامنيه حتى هاي الدول تسيطر على شبابنا. سيد الرئيس، هناك اختراق كبير لحدودنا من مختلف الاتجاهات ومن كل الدول، لذلك لازم نتوخى الحذر ونفكر بكل الاحتمالات. كل ما سبقناهم بخطوة كل ما قدرنا ننتصر عليهم. اللي راح يفوز بهذه الحرب هو اللي عنده القدرة على المناورة وسرعة التوقع. وأول شيء لازم نخطط له أن نجمع كل أطياف الشعب العراقي تحت راية واحدة، العراق. ولازم نجيش الكل بما في ذلك وسائل الإعلام حتى توجه الناس على هذه القضية. كلنا بمركب واحد، وإذا غرق لا سامح الله الموت ما راح يفرق لا بين هذا ولا ذا. مع خسارة كبيرة. كلهم أهلي كلهم. أنا هم نفس الشيء. أنت ألمان خسرت زوجتي. هي كانت كل أهلي، ما عندي العلم. الله يرحمها. الله يرحمها. شوفي، أنا تعلمت شغلة. نسيان نعمة. أول شيء يبدي نقطة بيضة بالقلب، بعدين شوي شوي يبدي يكبر لحد ما يمحي كل شيء. وتعلمت بنفس الوقت ان الذكريات راح تبقى محفوره بالقلب، ما راح تقدرين تنسين. حتى لو تكملين حياتك مستحيل تقدرين تنسين اي شيء. ممكن عطر، ريحه، موقف، مكان، شغله، ترجع لك كل شيء، كل الذكريات ترجع. أنا أشكرك بس أنا ما أحتاج أحد يواسيني. أنا همين من مات زوجتي قلت نفس الشيء. قلت ما أريد أحد يواسيني. بس بصراحة كنت محتاج أحد يجي يحكي وياي. كنت محتاج واحد يواسيني. يجوز كلامك صحيح. أنا ما مجربة الإحساس،
وحد وصاني أهلي كلهم ماتوا. بس خلي ببالي شغلة، الليل مهما يكون أظلم، ليل طويل، كئيب، حزين، بس لابد ما ينتهي، لابد ما تطلع الشمس. أنا الليل عندي مدى ينتهي. لذلك رب العالمين يرزق الناس الصبر وبعدين يعوضهم. رب العالمين عوضك؟ ايه. تدري ايش صار؟ لقيت امي اللي انا من انولدت ما اعرف عنها شيء، واكتشفت عندي اخ واخت، وصار عندي اصدقاء، وصارت عندي عائله كبيره، بديت بدايه جديده. هاي شمعة امي، وهاي شمعة ابويا، وهاي الشمعة للشخص اللي كان المفروض يصير زوجي. صديقاتي، جيراني، أهلي، صدق ما لقيت شموع تكفي، ما أعرف شلون راح يعوضني رب العالمين ولا بشنو راح يعوضني. أقدر أعرف شنو اسمك؟ حياة. اسمك يجاوب على سؤالك. حياة بلا حياة. المكان هنا والوقت بيوم عرسي. كانت اكو مواجهات، كان اكو شخص لابس قناع. كانت اكو تصفية حسابات بيناتهم. ونتيجة الرمي اللي صار أهلي كلهم ماتوا. يا ناس ماتوا راحوا ضحية صراعات هم ما لهم ذنب بيها. لا، مو أهلي اللي سووا بهم هيك، لازم يدفع الثمن، والثمن راح يكون كلش غالي. منو تتوقعين لازم يدفع الثمن؟ شكو شخص كان موجود بذيك الليله. بلغتي الشرطه؟ ما جابوا لك حقك؟ جابوا لك حقك انت؟ حق زوجتك؟ بس احنا ما نقدر ننكر ان البلد فيه مشاكل هوايه. مو كل الناس تقدر تاخذ حقها بالقانون. أنا أشكرك على الجداحة. أنا صار لازم أروح. خليها يهمك. شكرا. شلون راح تروحين؟ عندي سيارة؟ لا هسا أوقف تاكسي. تعالي وياي أنا وصلك. هاي تاكسي مالتي. ما اريد ازحمك. بالعكس انا اصلا سايق تاكسي. تفضلي. شكرا.
عاشت ايدك، ايش قد الحساب؟ خليها عليه، بعد المرة الجاية نتحاسب. لا ما تخاف. لا لا خليها خليها، مستحيل. تصبح على خير. أقول لك شيء؟ فعلا كلامك صح، الإنسان أحيانا يحتاج شخص يحكي ويعي ويفضفض له. تصبح على خير. وتمنى الخير. أنا أشكرك. بس أقدر أطلب منك طلب؟ تفضل. ممكن أعطيك رقمي تخليه يمك إذا احتاجيت توصيلة أو أي شيء، لا تترددين أنت خابريني بأي وقت. تمام. أوكي. أسجله باسم منى. آدم. آدم. عندي ماضي وذكريات وجع قد عمر اللي فات، شقد شفت بالدنيا ذي وعشت غصبا عالحياة. متعلم من وقت وعرف ما يقدر عالدنيا الخايف، وما يهمني لا قد ما اثر، بس المهم ارجع واقف. ما اهتم لاكبر واحد، امشي بدربي وابقى معد، لوحة عمر بنار ارسمها، ما حبان اللان البارد. تعرف شنو مرات احس باكر يجي وما تجي ويا الشمس، مرات احس ما يهمني شي والمغمى تعلم درس. خلي حطب بنص نارك، ولو بالماضي ظلم وحقك، بالحاضر منهم تاخذ ثارك. تقدر تعيش